تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 708 عنصراً إجرامياً، ومصرع عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 302 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 100 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1185 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش وجرينوف و160 بندقية و94 بندقية آلية و48 مسدسا و881 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة، إضافة ل 1486 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 578,352 حكماً قضائياً، من بينهم 2,353 حكم جناية و207,707 حكم حبس و286,790 حكم غرامة و81,502 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضم 21 متهماً، قاموا بارتكاب 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 116 متهماً، وتم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2237 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2487 متهماً، من بينها أكثر من 1486.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وحوالي 635.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين قاربت على 118.5 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 34 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 68.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 55,870 قرص مؤثر،
و24,424 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 20,260 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 153 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.